بسم الله. انا هحط كده في 3 ملابس فوش 10 كيلو ستيم ووش. طبعا عندي هنا اول حاجه بفتح باب الغساله، بحط الغسيل بس ما اضغطوش، بعمل كده حطيت يد او شبر ما بين الغسيل والسقف، بمعنى ان هو دخلت الباب كده ده اخر في الغسيل، ما كترش اكتر من كده، ما بلاش لغايه السقف واقفل الباب. نمرة 2 بفتح درج المسحوق. عندي طبعا درج المسحوق هنا مختلف عن اي غساله بوش. عندي هنا نص كوبايه مسحوق باودر، عندي هنا المعطر طبعا من الجنب كده برفعها، ده المعطر زهره كومفورت داون الحاجات السايله. عندي هنا المسحوق السايل الجل اللي هو البري وور. لو عاوز اطلع الدرج كل 10 غسلات بطلعه انضفه وارجعه تاني. بعد ما حطيت غسيل وحطيت مسحوق ابدا اظبط مفتاح البروجرام حسب نوع الغسيل، يتلف يمين او شمال على حسب ما انا عاوز. عندي اول واحد هنا قطن الاقطان البيضاء. طبعا بمجرد ما بفتح البرنامج على اي حاجه هو بيظبط لي السرعه بتاعته، العصر بتاعته. بص يعني هنا عندك برنامج، السرعه بتاعته، الحراره بتاعته، الكيلوات، الوزن بتاعه، كل حاجه هو بيظبطها. عندي اول حاجه القط درجه حراره طبعا 40 او 1400 لفه. عندي هنا القطن الايكو بيوفر كهرباء بيوفر ميه. عندي هنا الايزي كير العنايه السهله اللي هو الهدوم اللي انا خايف عليها، هدوم طبعا الخروج. عندي بعد كده ميكس متنوع، ده حاجات مختلطه. بعد كده عندي هنا الصوف البروفلات او رسمه الايد، يعني غسيل يدوي، حاجات انا بغسلها على ايدي. حناير النايلون الستاير. عندي هنا اوبشن شطف بس لو انا عاوز احط غسيل اشطفه، طبعا اي برنامج عندي بيغسل ويشطف ويطرد ويعصر، ده اوبشن زياده. عندي هنا عصر بس برضو طبعا عندي اوبشن زياده، اي برنامج بيعمل كل حاجه زي ما قلنا. عندي هنا تنظيف الحله كل 6 شهور بحط ازازه خل في الغساله وشغل الغساله بتنضف نفسها. عندي بعد كده مكتوب هنا الحاف، طبعا هو مش قصده الحاف، الحاف طبعا انا اخري دفايه سرير، ده اتقل حاجه عني، ولا بطانيه ولا الكلام دوت، حتى لو غساله 12 13 كيلو. عندي هنا برنامج سريع، البرنامج ده بيقعد نص ساعه. وعندي هنا لو دوست على السبيد بيرفكت طبعا بيبقى ربع ساعه اللي هو 15 دوت. عندي هنا الحساسيه الطاقه، يعني في ناس عندهم حساسيه بالمسحوق البرنامج ده تشطفاته كتير. عندي بعد كده هنا الستيم ووش اللي هو الغسيل بالبخار، طبعا دوت بيقعد 23 دقيقه ويبقى كيلو ونص بس غسيل، يعني حاجات قليله بس اللي فيه، ده حاجه بيبي او كده عشان المسحوق يشطف كويس فيه. عندي هنا البرنامج دوت برنامج بيقعد ساعه و10 دقائق، البرنامج دوت 40 درجه حراره، البرنامج ده اوتوماتيك، يعني هو بيعرف ثابت الهدوم من نفسه، في سنسور بيحس درجه خامه الهدوم وبياخد درجة الحرارة، يعني هو مش ظابط لا حرارة ولا سرعة ولا أي حاجة، هو بيظبط كل حاجة على حسب خامة الهدوم اللي أنا حاططها. عندي بعد ما ظبطت البرنامج المفروض إن أنا أروح على الستارت، عادي نور ويطفى هدوس عليه هتشتغل. طبعا الوقت أنا عندي أي أوبشن من دوت محتاجه قبل الستارت. طبعا عندي أوبشنات، عندي هنا الأوبشن دوت، الأوبشن ده في حالة اللي أنا هضغط عليه كده يبقى أنا عاوزه ياخد المسحوق كمية، يعني لو دوست هنا كده هقول له هتاخد قد إيه، بدوس بس 3 ثواني. هنا لو انا عاوز كميه المسحوق ياخد اكتر انا ممكن ازود وانقص، انا طبعا بسيبه يستحسن على نفس الكميه اللي هو بياخد عليها، يعني هنا ده الزهره بتاعت الدوني والزهره. عندي هنا الاثنين كده هياخدهم تلقائي اوبشن، يعني ايه اللي هو يتحكم في الكميه على حسب اتساخ الغسيل هو اللي يتحكم فيها، لو انا طبعا ما استعملتهمش هو بياخد الكميه بتاعته العاديه اللي انت حطيتها له هو بياخدها تلقائي. عندي هنا التيمب بتاع درجه الحراره لو انا عاوز اغير درجه الحراره، طبعا الزرار الوحيد البرنامج الوحيد اللي ما بيغيرش اللي هو البرنامج القطن اللي هو توفير اللي هو ده بيبقى مظبطون على درجه الحراره ولا يقل ولا يعلى عشان يوفر الكهرباء. عند اي برنامج تاني اهو لو جيت اغير بيتغير عادي الحراره لغايه 90 لو محتاج، انزل تحت كده لغايه كولد. عندنا سرعه العصر 1400، طبعا كل برنامج متخصص عليه سرعه عصر، بمعنى هنا القطن بيدينا 1400، لو انا غيرت مثلا نزلت لتحت اهو بيديني 1000، لو نزلت للصوف مثلا بيديني 800، هو مظبط على حسب خامه الهدوم. ال 800 لو مش لو انا شايفهم كتير برضو ما عنديش مشكله ممكن اقللهم، انا عندي اوبشن ان انا اقلل انما ازود لا ما دي مش هتنفع، يعني لو دوست كده هينزل الغاء عصر اهوت، دوست كده اهو هيطلع تاني 800، اخر 800 مش هيعلى اكتر من 800. عندي هنا ده البقع، طبعا لو دوست كده دوست هنا ده بيقول لك بقعة روج، بقعة زيت تقيل خفيفة، بقعة زيت تقيلة، طبعا بمجرد ما بدوس عليه هو بيزود الدعك في الغسالة فمش هتفرق بالنسبة للبقعية. عندي هنا بري ووش في حالة ان اغسل فمين بدوس على دوت كده بيسحب الفم الاولاني، ده في حالة الغسيل شديد الاتساخ.
عندي هنا مانع للكرمشه، بس مجرد ما ادوس عليه لو سرعه العصر 1400 هتنزل تلقائي ل 800. عندي هنا تاجيل التشغيل، يعني انا عاوز الغساله تشتغل بعد 4 ساعات، 4 ساعات ونص، 5 ساعات. طبعا في ناس ما بيحتاجوش الزرار دوت، لان طبعا هتدوس ستارت مش ناقع ولا حاجه، ده الغساله تشتغل بعد الوقت دوت، يعني هتفضل واقفه كده ستوب لغايه ما لغايه ما تقوم الوقت ده يخلص، تقوم شغاله تلقائي من نفسها. عندي هنا سبيد بيرفكت اللي هو بيسرع البرنامج. بيسرع البرنامج ازاي؟ عند مثلا برنامج القطن ده اللي هو اول واحد، الوقت بتاعه قد ايه؟ الوقت بتاعه عندي هنا 3 ساعات 27، دوست عليه بقى كام؟ بقى ساعة ونص. هيعمل كل المراحل كل بس بيقلل فيها، بيختصر فيها، تمام؟ ده في حالة الغسيل مش شديد الاتساخ، تمام؟ دوست ستارت، دوست كده خلاص سك تاني، اشتغل تغسل تشطف تطرد تعصر، تمام؟ في حالة الوقت اللي انا عاوزها طبعا هي كده هتاخد الزهرة على حسب كمية اللي هو محتاجها المعطر. بس عندي هنا لو انا محتاج افتح في الوقت احط ازود غسيل او حاجه، بمجرد ما هدوس على الستار طبعا انا عندي القفله اهوت، وبقول انا بغسل اهو كده كده، عمل التكه والقفل راح، اقدر افتح الباب ازود اللي انا عاوزه واقفل وادوس على الستار تاني تبدا تكمل غسيل. طبعا بعد ما تخلص الغسيل بتكتب لي اند، كل اللي هعمله ان انا هرجع الاكره على الاوف، ويستحسن افصل الكهرباء بعد كل غسله حفاظا عليها من التيار المتردد. بس شكرا.